بعد النابت المري مع ثانية الأسماء رئيسي الحيل طوفان منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين المدينة قادمة بشعر سعد بن محمد بن سعد النابت المري ولكن طوفان مع الفوز محمد بن منصور بن محمد الخيارين يتقدم منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين يقدم لنا طوفان بهذا الأداء المميز والشوط الرئيسي للحيل يتسجل باسم طوفان منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين تهانينا والناموس لمالك طوفان منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ثاني المراكز. فخر سلامي المدهوشي سلامي إلى أبناء السلطنة من خلال هذه اللحظات ومن خلال أيضا شعار سالم بن عامر المدهوشي من يقدم لنا فخر مع هذا الشوط الرئيسي مع أول أشواط الزمول. سلام فخر سلام هذا الأداء والانطلاق الممتاز هنا مع فخر تهانينا والناموس من هذه اللحظات إلى مالك فخر على هذا الأداء على هذا الانطلاق الممتاز مشكور المدهش هنا لحظات الوصول تهانينا والناموس لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. هذا الشعار تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مالك هذا الشعار والتهنية لداعم هذا الشعار غانم بن منصور آل سيف الخيارين غانم راح الغنايم من يحضر دائما بحضور المتعة بحضور المشرف بتقديم هذا الشعار على أعلى مرتبة من المستوى العالي والرفيع بحضوره الشامخ يشمخ هذا الشعار برفعته بعنفوانه ليختطف الناموس بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر كذلك يحقق النقطة الثانية بعد فوز طوفان بالشوط الرئيسي يحضر مع شوط الرئيسي آخر للعمانيات ويكون الحضور الآخر مع تحديات ضبية تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت خارة الضاحي بن عبد الله لابو عميم والمدهوشي قادم مع ثالث المراكز سالم بن عامر المدهوشي يقدم لنا ملبي ولكن اعود الله 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 الوسمي زعفران تسلل زعفران الى البدايه غير الى المقدمه زعفران بشعار احمد بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله لابو عميم المدهوشي قادم مع ثاني الاسماء ملبي ولكن زعفران مع الفوز مع الانتصار زعفران ملبي الوسمي اللحظات الأخيرة الله 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 الوسمي زعفران ملبي الوسمي ولكن زعفران مع الفوز والانتصار تهانينا والناموس لمالك زعفران على هذا الفوز. لحظات مهابة بشعار سعيد بن راشد الزعبي بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي المثير لنعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الصدارة إلى انطلاقة بروة الله يا بروة في المركز الأول بروة تختطف الناموس بن سالمين يقدم لنا شعار اللي يملى العينين بحضوره بمشاركاته في منافساته ليختطف الناموس مقدم لنا بروة تهانينا والناموس لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين على هذا الناموس المستحيل وعلى تحقيق بروة للمركز الأول واختطافها لللقب تهانينا والناموس المركز الثاني مزنة من وسط على المركز الثاني.
لكن هذا عصاب طالع ما حركه ينطلق على البدايه عرين على مركز ثاني محمد بن سالم بن عساكر القادم في هذه اللحظات. ولكن يبدو لي ان بن سالم قلت لكم من البداية والله ما منا سلامة في هذا الصباح حضر عرين. ولكن شباب عصاب بطانة ثقة 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 الحمالقة ثقة الكبار. سلام يا بن سلمين، سلام يا بن سلمين، يا عبيد يا بن حمد يا بن جر الله يا بن سلمين. وعصام غروزة تهانينا والناموسة المركز الثاني عرين محمد بن سالم العسكري المرئي المركز الثالث شعار مشاكل لسعيد. نحو الفوز والانتصار محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي من يتقدم مع عوايد. سلام للكعبي، سلام سلام لبن حطاب، سلام عوايد مع البداية، عوايد مع الفوز والانتصار. تهانينا تهانينا والناموس إلى مالك عوايد. من هذه اللحظات من تقدمت من فازت وانتصرت بهذا الصباح عوايد، عوايد محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني نعم لحظات الوصول الذيبة راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. المركز الثالث لحظات قليلة ونتعرف مع المركز الثالث. قتود البطل انطلق بالصدارة، انطلق مع الناموس والانتصار. بينما القادم في المركز الثاني هنالك الطام بشعار راشد بن مشعل بن فهد بن عفيش الشهواني. ولكن خداع طار بالناموس، انطلق خداع مع هذا الاقلاع، اقلع بالناموس واقلع بالانتصار. تهانينا والف مبروك لمالك خداع عبد الهادي بن حمد بن تراحيب بن نايف الهاجري. والمركز الثاني حل في هذه اللحظات للطام بشعار التي قادت هذا الشوط من البداية، وها هي تنهي هذا الشوط بكل قوة وبقوة وكبرية. هذا الشعار الحاضر الذي قدم لنا الدانة بهذا الأداء الرائع، بهذا الأداء الكبير، بهذا العرض اللافت للأنظار، بهذا العرض الممتع لي كمعلقا على هذا الشوط وكذلك الجماهير المتابعة لهذا الشوط. إذن الدانة هي الأسطورة، هي البطل، هي النجمة، هي الرائعة، هي صاحبة هذا الشوط وهي صاحبة هذا الناموس. تهانينا تهانينا لك يا بن مايقة حامد بن علي بن مايقة الأحبابي محقق الناموس هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق. المركز الثاني كان الحضور مكرم انطلق نحو الفوز والانتصار هكذا مكرم مع البداية مكرم مع الصدارة. سلام لمالك مكرم، سلام فهد بن علي بن حسن بن محمد القبيسي صاحب سيارة بمهرجان المؤسس يفوز وينتصر بهذا الصباح. والعصافة البطان، العصافة البطان نفس العرض نفس الأداء من بداية الموسم وحتى هذه اللحظات ما شاء الله حافظ على مكرم. يا مالك مكرم فهد بن علي بن حسن بن محمد القبيسي. تهانينا تهانينا والناموس إلى فهد بن علي بن حسن بن محمد القبيسي. المركز الثاني أرى الشعار الحاضر والواصل بالمستوى الثاني. نجد القدوم، نجد الوصول، هنالك الواصل. النقطة الرابعة مع هذا الشعار، والنقطة الثالثة مع هذا الشعار الكبير، من قدم لنا الظبي في هذا الشوط؟
حضر في هذه اللحظات. إذن هذه هي الظبي من حققت ناموس هذا الشوط بكل جدارة، بكل استحقاق، بكل افتخار، بكل انتصار، بكل عرض لافت للأنظار، مطمن الجماهير والمحبين والعاشقين. تمتلك شريحة كبيرة من الجماهير هذه الأسطورة، هذه البطلة. مرحبا بحضور الظبي، متمنين للجميع التوفيق يا رب العالمين. إذن الظبي هي بطلة هذا الشوط، تهانينا والناموس لك هيا الخيرين إلى مركز ثاني. تنطلق مع الصدارة ومع المركز الأول، عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة يقدم لنا فريدة. الأنيق ثانيا يقدم لنا ذقار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. شخصية ثالثا حامد بن علي بن مايكة الأحبابي، ولكن فريدة، فريدة بالأداء، فريدة بالشكل. اللورد 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 يقدم لنا النوعيات الفريدة. ها هي فريدة تنتزع هذا الانتصار بكل قوة وجدارة. تهانينا والف مبروك. السعودية أيضا حضور الجوزي حمد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي، ولكن خلاص خلاص غادر غادر مهدي ينطلق بهذا الأداء. مهدي بن محمد بن دعسان العطوي، تمويل يا تمويل شوط الإنتاج والمنتجين ينطلقون أبناء المملكة وبالتحديد من تبوك الورد حاضرين في ميدان الشحانية. ولكن الاسم الحاضر بالنايف مع غزلان، اي صراع ثنائي، ولكن خلاص قفل على الشوط راعي تموين مهدي بن محمد بن دعسان الاعطوي بطل هذا الشوط. المركز الثاني غزلان، شعار فيصل بن عبد الهادي بن نايفة. فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، سرحان وادخان، ادخان وسرحان، لمن الفوز، لمن الانتصار؟ ادخان تقدم، ادخان انطلق، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، وبن حباب القادم مع سرحان، مع سرحان. فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، لمن الفوز، لمن الانتصار؟ شوط الانتاج، شوط الزمول، شوط الزمول. ادخان ادخان ادخان، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، وسرحان شعار بن حباب، لمن الفوز، لمن الانتصار؟ ولكن ادخان ادخان مع البداية، سرحان قادم، سرحان قادم. فهد بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري، من يفوز وينتصر بانطلاقة سرحان؟ المركز الثاني أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ضرباني رجل الوطن ما دخر غنى منع منع أن العمر فاني يا ما كتابنا ولحنا فالدار عاد باتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصان